قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية كما ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية في غزوة تبوك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة خرج معه، وكثيرا ما كان يخرج معه بعض المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. فقال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون حفاظ القرآن قراء القرآن، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أجبن الناس عند اللقاء وأكثرهم أكلا يقولون، طيب، وأرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبنهم عند اللقاء. أرغب بطونا يعني يحبون الأكل والدنيا ويتعلقون بها، وأكذب ألسنا كذابين، وأجبن الناس عند اللقاء. فأنزل الله تبارك وتعالى دفاعا عن أوليائه سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلما نزلت هذه الآيات جاء بعض هؤلاء المنافقين أو الذين تكلموا، على كل حال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، وقالوا: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وبعضهم قال: يا رسول إنما هو حديث الركب، يعني هكذا كنا نتكلم لا نقصد هذا الكلام، لأن الله فضحهم مباشرة، تكلموا فنزلت الفضيحة من عند الله تبارك، آيات تتلى تفضح هؤلاء. وهنا قال أهل العلم أو بعض أهل العلم قالوا احتمال أمرين. احتمال الأمر الأول أو الأمر الأول المحتمل هو أن هؤلاء من المنافقين، وهذا هو الأظهر، أن الذين تكلموا بهذا الكلام: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن وأجبن الناس عند اللقاء، قالوا هؤلاء المنافقون هم الذين قالوا هذا الكلام. والقول الثاني: ليسوا منافقين، وإنما من جهلة المسلمين، فلما قالوا هذا الكلام أنزل الله تبارك وتعالى كفرهم بهذا، لأن هذا الاستهزاء كفر، استهزاء بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول من القراء صلى الله عليه وسلم، سيد القراء صلوات ربي وسلامه عليه، فلا استهزأوا بقراء القرآن، فأنزل الله كفرهم.